تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي العام بعدد من مدارس مدينة العريش للاطمئنان على صحة سير الامتحانات وتوفير كافة احتياجات الطلاب باللجان. وقال المحافظ إن الورقة الامتحانية للصفين الثالث الإعدادي والأول الثانوي العام مطابقة للمواصفات، وأن الامتحانات في متناول الجميع وفي مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول. هنا النهارده في سنة ثالثة إعدادي عندها مادة علوم. إجمالي الطلبة اللي موجودين عندنا في محافظة شمال سيناء حوالي 8400 طالب في الإعدادية، وتقريبا نصهم في أولى ثانوي. إحنا أولى ثانوي النهارده في امتحان في مادتين رئيسيين، كيمياء وجغرافيا. إن شاء الله بنتمنى للناس كلها التوفيق، والمستوى بتاع الناس نتيجة المرور يعني مستوى مبشر يعني إن شاء الله.